السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مصطفى مهندس إسماعيل. إزيكم عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا أحسن. وهندسة البترول عاملة معاكم إيه؟ إن شاء الله تكونوا أحسن معانا بإذن الله. في البداية هنتكلم إن شاء الله عن مادة الـ Oil and Gas Production، ومادة شيقة جدا وليها ارتباط كبير مع مادة الريزربوار اللي انتهينا من شرحها الحمد لله. ندخل بقى في مادتنا الجميلة. في البداية احنا لما بنخلص عملية الحفر بيبقى البير بتاعنا جاهز للانتاج. بنعمل ايه بقى؟ بننزل حاجة اسمها برودكشن تيوبينج اللي بنقدر ننتج منها الزيت. والبرودكشن تيوبينج دي بنعمل لها عملية اسمها بيرفوريشن، بنعمل فيها تثقيب، او بتبقى عبارة عن ثقوب قدام البي زون اللي هي ايه الطبقات الحامله للزيت. هنوضح الكلام ده كله في الرسمه دي. ادي البرودكشن تيوبينج اللي احنا نزلناها عملنا لها عمليه بيرفوريشن في البي زون. البي زون دي الطبقات الحامله للزيت بتاعنا. وبنحط حاجه اسمها ايزوليشن بوكر. الايزوليشن بوكر دي بتعمل ايه؟ بتعمل عزل بين الكيسنج. الكيسنج دي اللي بتعمل تغليف للبير اللي حفرناه. الحاجات دي كلها بنوضحها اكتر مع ماده الحفر ان شاء الله، بس عايزكم تاخدوا باك جراوند كده بسيطه عن الايه؟ عن العمليه اللي بتحصل. بحط البكر دي عشان تعمل عزل الايه؟ تمنع الزيت ان هو يدخل ايه في المسافه بين التيوبنج دي اللي انا بنتج منها وبين الكيسنج اللي بتعمل عمليه ايه؟ بتعمل عمليه تغليف للبير. بعد اما بنزل التيوبنج بقى ايه؟ بعد ما بنحفر البير وبنخلص برضو بنركب حاجه اسمها كريسماس تري. الكريسماس تري ده عباره عن مجموعه من ايه؟ من الصمامات والفالفز زي ما بنقول اللي بنتحكم بقى بيها في انتاج البير. فبتغرب من الكريسماس تري دي عباره عن ايه؟ برضو مواسير بتبقى بنسميها فلو لاين. الفلو لاين دي بتعمل لنا ايه؟ بتنقل لنا الزيت بتاعنا اللي احنا انتجناه او الغاز منين بقى؟ من البير لحد ما نوصل للايه؟ للسبريتور اللي بنعمل فيه عمليه السبريشن او بنعمل فيه عمليه الريفاينري او عمليه التكرير عشان نفصل المنتجات البتروليه معانا بتاعتنا. وان شاء الله هيكون في محاضرات باذن الله معانا في ماده التكرير، كل الحاجات دي هتتوضح اكتر مع ماده التكرير ومع ماده الدريلنج باذن الله. بيبقى فيه برضو هنا التشوب فالف. التشوب فالف ده بنتحكم بيه في ايه؟ في معدل الانتاج اللي احنا بننتج بيه من البير. التكوينه دي كلها بنسميها ايه؟ انتجريتد برودكشن سيستم. بيتكون بقى من 6 اجزاء رئيسيه، هنتكلم عن الرسمه دي اكتر. اول حاجه بيتكون من ايه؟ من الويل بتاعنا، البير بتاعنا اللي هو ايه؟ عباره عن ايه؟ العمق اللي بيبقى موجود في الخزان الحامل للبترول اللي بنسميه ايه؟ الريزرفوار. يبقى اول حاجه الويل او البير. ثاني حاجه عندنا الايه؟ الريزرفوار، واتكلمنا عنه باستفاضه في ماده الريزرفوار وعرفنا انواعه ومواصفاته، وبيبقى هو ايه؟ هو الخزان الحامل للزيت. رقم ثلاثة بيبقى عندنا الايه؟ الفلو لاين. الفلو لاين ده عباره عن هو الخط النائل للخام، بينقل الخام بتاعنا منين لفين؟ من البير بتاعنا لايه؟ للمنطقه اللي بنعمل فيها السبريشن اللي بيبقى موجود فيها السبريتور. نقلنا، بيبقى فيه موجود ايه؟ بيبقى فيه موجود زي ما قلنا التشوب فالف، بيعمل ايه؟ بنتحكم بيه في معدل الانتاج، بنقلل او بنزود الايه؟ الفلو ريت. في بقى اكسسوارز. الاكسسوارز دي زي البكر دي اللي بنعمل فيها عمليه ايه؟ زي ما قلنا عمليه عزل ما بين الكيسنج والتيوبنج اللي بننتج منها. وفي السبيروتور بقى اللي بنعمل فيه ايه؟ بنعمل فيه عمليات الفصل. ولازم نبقى عارفين، ركزوا بقى في الكلام ده، لازم نبقى عارفين ام ريزرفوار بريشر لازم يكون قوي. ليه؟ علشان يدينا بوتوم هول فلوم بريشر قوي. قوي ليه؟ عشان يعمل ازاحه للزيت من الخزان لجوه البير. لعشان يدينا ايه؟ عشان يدينا تيوبنج هيد بريشر او ويل هيد بريشر. يبقى عندي على اعلى البير فيه بريشر كافي ان هو ايه؟ ينقل الزيت بتاعنا خلال الفلو لاين لحد اما يوصله للسبريتور.
والسبيريتور بريشر ده لازم يوصل فيه عند بريشر معين بنسميه ايه؟ السبيريتور بريشر. وفي بدايه عمر البير زي ما احنا عارفين ان لازم ايه؟ بيكون فيه خدناها اكتر في ماده الريزرفوار ان عمليه الانتاج بتتم بالايه؟ برايمري ريكفري، في برايمري ريكفري عن طريق ضغط خزان زي ما قلنا هنا ان لازم الريزرفوار بريشر يديني ايه؟ يديني ضغط قوي، بمعنى ان الريزرفوار بريشر بيكون اكبر من ايه؟ اكبر من البوتوم هول فلونج بريشر، والبوتوم هول فلونج بريشر بيكون اكبر من الايه؟ من الويل هيد بريشر، والويل هيد بريشر اكبر من ايه؟ اكبر من السبيريتور بريشر. ده بقى بنسميه البرايمري ريكفري، بننتج البير طبيعي من البير من الطاقه اللي متخزنه في البير بتاعنا بدون ايه؟ او الطاقه اللي متخزنه في الخزان بدون استخدام الطرق المساعده. بعد مرور زمن الطاقه دي طبعا بتقل، بنضطر نستخدم ايه؟ بنستخدم الطرق المساعده. بيبقى فيه ايه؟ نوعين منها. اول حاجه اللي هي بنسميها بقى سكندري ريكفري، وبنستخدم فيها حاجة اسمها artificial lifting. الطريقة ايه بقى؟ لما الطريقة دي ما بتنجحش او لما الطريقة دي بتجيب اخرها زي ما بنقول بنستخدم بقى الايه؟ التيرشياري ريكفري. وبنسميه ايه احنا ايه؟ الانهانسد اويل ريكفري. وان شاء الله كل واحد في دول هيبقى ليه معانا محاضرات وهنتكلم عنهم باستفاضه باذن الله. هنتكلم بقى عن الايه؟ البرايمري ريكفري. في البدايه هنتكلم اكتر عن الانتجريتد سيستم. الانتجريتد سيستم بتاعنا بنقسمه لثلاث اجزاء. اول حاجه الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب. ايه بقى الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب؟ بنتكلم فيه عن طبيعه الانتاج من الخزان لاسفل البير، يعني باخد المنطقه دي بدرس فيها ايه؟ البريشر والفلوريت اللي هينتج منها. رقم اثنين الفيرتيكال بيرفورمانس ريليشن شيب، بدرس فيها طبيعه الانتاج الضغط ومعدل الانتاج في الايه؟ في الفيرتيكال تيوبنج، عشان كده سميناها ايه؟ فيرتيكال بيرفورمانس. يبقى بندرس فيها ايه؟ طبيعه الانتاج والضغط اللي هيحصل عندي وفقدان الضغط في الايه؟ في التيوبنج. رقم ثلاثه اللي هو التشوك بيرفورمانس، وبندرس فيها برضو طبيعه الانتاج والضغط اللي بنفقده في عند منطقه الفلو لاين في التشوك فالف. نبدا باول حاجه معانا اللي هي ايه؟ اللي هي الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب، والاختصار بتاعها بيبقى اي بي ار. ايه نعرفها في الاول بقى عباره عن ايه؟ از ذا فلو اوف اويل جاز and water from the formation into the bottom of the well. زي ما احنا قلنا في الانتجريتد سيستم بقى ايه؟ باخد المنطقة من الخزان لايه؟ ادي الفورميشن بتاعتي من الريزرفوار بتاعي لاسفل البير. بدرس فيها ايه بقى؟ الانتاج بتاع سواء من الاويل والجاز والايه؟ والووتر. طب ايه بقى؟ ده الايه؟ الانفلو بيرفورمانس، ركزوا معايا، ده الانفلو بيرفورمانس اللي انا بدرس فيه من الخزان لايه؟ لاسفل البير. طب ايه بقى الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب؟ عباره عن از ذا ريليشن بتوين ايه بقى؟ between the gross flow rate and the bottom hole flowing pressure. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ الـ IBR عبارة عن علاقة
بمعدل الانتاج الكلي بتاعنا. الجروس يعني معدل الانتاج الكلي مع ايه؟ مع ضغط السريان اسفل البير. قلنا الايه بيختص من الريزرفوار لايه؟ لاسفل البير. الاي بي ار عباره عن علاقه بين الفلو ريت مع الايه؟ البوتوم هول فلو بريشر. وادي العلاقه بتبقى ما بينهم عباره عن علاقه ايه؟ تخيلوا هتبقى علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. ادي الفلو ريت مع البوتوم هول فلو بريشر، بحيث ان العلاقه عكسيه. طب نفسر العلاقه دي. انا لما يبقى عندي البوتوم هول فلوينج بريشر اقل ما يمكن بيبقى عندي ايه؟ ماكسيمم فلوريد. لو فاكرين في ماده الريزرفوار قلنا الماكسيمم فلوريد ده بنسميه ايه؟ بنسميه الابسوليوت اوبن فلو. ابسوليوت اوبن فلو هو بيبقى عباره عن ايه؟ الماكسيمم فلوريد. طب بالنسبه لما يبقى عندي الفلوريد، لما يبقى عندي الفلوريد بيساوي زيرو، هنا بنسميه الابسوليوت اوبن فلو. بيبقى ايه؟ بيبقى هنا اهو، معلش بيبقى موجود هنا. طب هنا ايه بقى؟ احنا هنا بنتكلم عن بريشر. هيبقى ايه؟ هيبقى الريزرفوار البريشر، هيبقى الماكسيمم بريشر اللي هو ايه؟ بيبقى الماكسيمم بوتوم هول فلون بريشر. العلاقه بقى اللي بتحكم الاي بي ار هي عباره عن ايه؟ عباره عن الدارسي لو. برضه اتكلمنا فيها في مادة الريزرفوار، زي ما قلت لكم في الأول إن مادة الريزرفوار مرتبطة أو مادة البرودكشن مرتبطة جدا مع مادة الريزرفوار. عندي بقى دارسي لو بتقول لي إن الكيو اللي هو الفلوريت بتساوي 0.00708 الكي في الإتش دلتا بي على الميو بيتا أو لين أر إي على أر دبليو. وبالتالي فإن الكي عبارة عن البرميابل والإتش عبارة عن الثيكنس والدلتا بي عبارة عن البريشر ديفرنس أو البريشر درو داون، الميو عبارة عن الفيسكوس، البيتا أو اللي هي أويل فورميشن فوليوم فاكتور، الار اي عباره عن ايه؟ اللي هو الاكسترنال راديوس اللي هو بيبقى بتاع الايه؟ بتاع الريزرفوار. بعد كده الار دبليو اللي هي الويل راديوس اللي هو ايه؟ نصف قطر البير بتاعنا.